بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. كنرحب بكم أخواتي، نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم مملحات بلا باتفيتي أو العجينة المغلقة اللي كتجي ناجحة بإذن الله 100% أو 1000000%، بثلاثة ديال الحشوات مختلفة. غادي إن شاء الله تشوفوا معايا الحشوة بالكفتة وكذلك بالطون وكذلك باللدان، وانتوما كيبقى لكم الاختيار بواحد الصوص اللي كتجي بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وتشوفوا جميع التفاصيل والنصائح المهمه باش تحضروا هذه المملحات ان شاء الله. وما تنساوش اللايك والبارطاج مع الاحباب ومع الصديقه ديالكم باش تعم الفائده، واللي اول مره كتشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد ان شاء الله. على بركة الله بالنسبة للعجينة المغلقة كنت سبقت ونزلتها يعني الفيديو السابق باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. اللي ما شاهدش الفيديو غادي نخليه لكم في صندوق الوصف او اخر هذا الفيديو. الطريقة ديال تحضير ديال العجين اسهل طريقة كيف غتشوفوا ان شاء الله في الفيديو، طريقة اللي هي جد سهلة وناجحة وغتولي معتمدة عندكم متأكدة اخواتي. كنبسطوا هنا العجين بالمدلك او الحلال ومع الاستعانة بشوية ديال الدقيق، وهذا العجين كان في المجمد، خرجت من المجمد خليته تكونجيلا من بعد ما كيتطلق معكم صافي كتخدموا به. هنايا ولقت شوية العجين وولقته شوية رقيق، غادي ان شاء الله غادي ندير الشكل الاول، الشكل ديال الكورني. كنجيبو هكا قطعة ديال البيتزا او سكين وكنخلي واحد تقريبا جوج سنتيمتر وكنقطعو. وهنايا عندي هاد القوالب هادو، ممكن ديرو صغر منهم، هاد العبر شوية كبير ممكن ديرو، كاينين الصغار لكن حتى هذا الكبير كيجي زوين وكيجي عامر بالحشوه. وكنبداو من الطرف اللي كيكون من التحت، كنشدو تما العجين مزيان، بعد غادي وطالعين هكا واحد الكميه ديال العجين كتحط على العجين والاخرى كتحط على القالب. وهنايا كنلصقو بالبياض ديال البيض، كنحتاجو بيضه كامله. البيض كنبداو نخدمو به نلصقو به العجين، والصفار كنخليوه ان شاء الله غادي ندهنو به هاد المملحات او هاد العجين. كنزيد معكم وحده باش تشوفوا الطريقه تجيكم سهله وخصوصا المبتدئات. قربت لكم هنايا، قربت الكاميرا، ما تنساونيش اخواتي باللايك باش تشجعوني على العطاء اكثر فاكثر. ولا عجب لكم الفيديو ما فيها باس تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم والصديقه ديالكم باش تعم الفائده. هاد لاباط هادي غلقتها شويه سميكه او غليظه، وغادي نحتاجو هاد القطاعات هادو، يعني غادي نحتاجو جوج، واحد العبار يكون القياس متوسط وواحد يكون صغيور. غادي نشكلو ان شاء الله لي فولوفو، وهنايا كنبدا بهاد الحجم المتوسط والقياس حسب الرغبه، بغيتو ديهم كبار او صغار لكن هاد الحجم كيجي هو هذاك. من بعد ما شكلت بالحجم واحد يعني الحجم المتوسط، كنجيبو داك العبار الصغير كنقطع بعض الوحدات كان يعني كنتحصلوا على وحده كتكون هكا كامله، وحده كنشكل ليها هكا حفره في الوسط بداك الشكل المكعب او المربع. وهنا كنستعنوا بالبيض ديال البيض، غادي نلصقوا به ان شاء الله ما بين كل جوج بهذه الطريقه. من بعد ما كنحطوا كنحاولوا نحطوا مزيان، بعد غادي ان شاء الله نضغط عليهم. وهاد المكعبات الصغار اللي حيدنا من الوسط حتى هما كنطيبوهم وكنحاولوا نزينو بهم ان شاء الله. هنايا من بعد ما كملت هاد جوج الاشكال عفوا، درنا الكورني ودرنا لي فولوفون، وهاد المكعبات هادو غادي ان شاء الله نزينو بهم حتى هما. وشكلت هكا نجيمات صغار واحد المرشم او طابع، يعني حتى هو غادي ان شاء الله غادي نزين به للتزيين فقط. وكنجيبو داك الصفه ديال البيض اللي احتفظنا به، كنضيفو ليه قطرات من الخل او ديال الحليب. انا ضفت الخل بحال بحال، اما كتستعملوا هاد الشيتا الكبيره او كنستعملوا هكا بانسو يكون صغير، من الاحسن كنستعملوا هكا بانسو صغير، ما كانش متوفر ممكن تخدموا غير بصبع ديال يديكم باش ما نقيسوش هاد الاطراف او الجوانب ديال العجين او ديال لاباط ديالنا باش تجينا عاليه. ما نلصقوهاش بهاد الصفر، اما الصفر يا اما البياض، ما خصناش نوصلوا لا الصفر ولا البياض ديال البيض لهذوك الاطراف. وهنايا كنجيب واحد الشوكه وكندير هكا ثقوب في الوسط باش ما ترتفعش لينا وتشكل لينا حفره في الوسط باش نعمروها بالحشوه. وغادي ندخلهم ان شاء الله الفرن، غادي ندخل واحد بالواحد الفرن. بطبيعه الحال كيكون سخون يعني شعلناه من قبل، وكندخلوهم واحد الخمسة دقائق في الاول على نار اللي كتكون مرتفعه اخواتي. من بعد 5 دقائق كنقصوا النار وكنخليوها هادئه،
في الاول علاش كنخليهم على ديك الخمسة دقائق اللي كتكون مرتفعه باش يتشمعوا لينا وديك الزبده ما تطلقش اللي كاينه في العجين. من بعد كنخليوهم يطيبوا على المهل باش يطيبوا من الداخل مزيان، والنار كتكون في البدايه غير من الاسفل، من بعد كنشعلوا ليها من الفوق ولا بغينا يزيدوا يعاد يتحمروا وياخذوا اللون. كيف شاهدتوا داك الكورنيز درتو دهنتو بصفر ديال البيض وزدت عليه السمسم اي جنجلان الابيض حسب الرغبه التزيين، وهنا كذلك هاد النجيمات وهاد المكعبات درت حبوب ديال الخشخاش، وغادي نمرو ان شاء الله باش نوجدو الصلصة البيضاء او صلصة الجبن ان شاء الله. وعندي هنايا درت نصف لتر ديال الحليب في الكاسرول، نصف لتر 500 مليلتر مع 3 ديال المعالق اللي هما كبارين مقبين ديال الدقيق، ورشة ديال الابزار، هنا استعملت الابيض، وعندي هنا واحد الملعقة ديال الزبدة غادي نخليها جانبا، والجبنة كذلك. كنحرك هاد العناصر اللي درت في الاول، غادي تلقاو ان شاء الله المقادير مكتوب في صندوق الوصف يعني بالغرام وبالعبار ان شاء الله. وكناخذوا الحليب ديالنا كنحطوه فوق النار وكنبداو نحركو مع التحريك المستمر. هنا نسيت ما ضفتش البودره ديال الثوم ولا كانت متوفره، كنسمو بهاد الصلصه هذه واحد راس ملعقه وصافي. كيف قلت لكم مع التحريك المستمر بحال اللي كنوجدوا الكريم باتيسير. وهنايا من بعد ما خلينا على النار اللي كتكون هادئه مع التحريك تحصلنا على هذا القوام صافي. كنطفيو النار وكنمروا مباشره كنضيفوا ديك الملعقه اللي هي كبيره ديال الزبده، وغادي نضيفوا الجبن. ممكن تستعملوا الجبن ديال المكعبات او المثلثات حسب الرغبه، كديروا من 5 حتى 6 ديال المثلثات او اقل حسب الرغبه او حسب المتوفر، وهذا فيه تقريبا واحد 95 غرام اللي كاين في هاد الجبنه هذه اللي ضفتها. صافي كنحركو مزيان وكنخليوها حتى تطلق ديك الجبنه، ولا ما تطلقاش معكم ممكن تردوها فوق النار. وهنايا عندي الكفته اللي درتها شحطتها شويه في الزيت مع شويه ديال الابزار، وضفت شويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره، غادي نقول لكم علاش. وهنايا عندي واحد العلبه ديال الطون ديال الزيت من بعد ما قطرتها مزيان داك الزيت، وعندي هنايا اللادان او ممكن ديروا الصدر ديال الدجاج اللي قطعته صغير ودوزته هكا في مقلاة مع شويه ديال الابزار شويه ديال الزيت وشويه ديال الملح كذلك. وعندي هنايا الزيتون هكا الصغير الاخضر المقطع، وعندي حبه ديال الزيتون كاملين هكا كحل، وعندي هنايا الجبن المبشور على بركه الله. وكتجيبوا الصلصه اللي وجدناها، كندير واحد الكميه على الطون وعلى اللادان وعلى الكفته، وكنخليو واحد الكميه غادي نحتاجوها ان شاء الله للشكل الرابع. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله 4 ديال الاشكال ان شاء الله من هاد لاباط هذه، وغادي نخليوها جانبا. وهنا الامانه هاد الصلصه دوزت عليها شويه الميكسور باش تبقى ليا هكا كريميه وتبقى رطبه، ولا بغيتو تجيكم يعني تبقى هكا متماسكه وعقده شويه ما كدوزوش عليها الميكسور، يعني كيف وجدناها ضفنا الزبده والجبنه صافي كتخليوها هكاك. هنا كنخلطوا كل عنصر مع ديك الصلصه يعني الطون والكفته واللادان، وهنا الكفته ان شاء الله غادي تلاحظوا من بعد غادي نخليوها وغادي تطلق داك الخرقوم اللي ضفت وديك التحميره اللي ضفتها للكفته غادي تطلق، وغتولي لنا الصلصه ديالنا صفراء، اللون ديالها غيولي صفر من بعد ان شاء الله كيف غتلاحظوا. وهنايا ممكن تضيفوا اي منسمات حسب الرغبه ديالكم. هنا غادي نضيف الزيتون اللي قطعته شويه صغير، مازال قطعته شويه صغير، وكنضيفوا على الطون. وممكن كيف قلت لكم تضيفوا اي اضافات وتنسموا باي منسمات حسب الرغبه، وغادي نضيف شويه ديال الزعتر. وكنجيبوا لاباط ديالنا او العجين ديالنا المورق، كنبسطو هنايا شويه يكون سميك كيف كتلاحظوا هنايا، وغادي نشكلو جوج اشكال اللي غادي تشوفو ان شاء الله. كنجيبو هاد القطعه يعني على شكل دائري، وممكن ديروا اي قياس حسب الرغبه. هنا غادي ان شاء الله غادي نشكلو لي شوسون، وكنبداو نقطعو هكا العجين، والعجين اللي كيتبقى لينا ان شاء الله غادي نوري لكم غير كتجمعوه. وكنجيبو هاد القطعه جوج، وهاد الجوج غادي نشكلو بهم شكل واحد. كنجيبو هاد العبار الصغير كنشكلو به هكا العجين، وكنجيبو العبار القياس اللي كبر من داك الصغير كذلك، كنديرو الكميه حسب او حسب الحبات اللي متواجدين صغار كنديروهم كبار.
وهنايا العجين كنجمعو غير هكا واحد فوق واحد، وكنضغطو عليه وكنبسطو وكنخدمو به، يعني كنشكلو به مملحات اخرى غير العجين اللي كنجمعو كنعاودو ليه، كنحاولو نرقوه شويه لانه هو كيجي مرتفع اكثر في الفرن وكيعطينا هكاك لاباط فيتي يعني طالعه، ومن الاحسن كترقوه شويه. وكنجيبو هنايا السفرد او بيض، ديال البيض عفوا، وشيتا او بانسو، او كديرو غير بصبع ديال يديكم. كنحاول ندير هنايا غير من الاطراف وما نوصلش للحواف يعني اللي كاينين من جناب. وكنجيب الحشوة ديال الطون واللي فيها الزيتون والزعتر، ان شاء الله غادي نديروها هكا، هذه الحشوة غادي نديرها لشوسون. وكتحاولوا ما تعمروش بزاف باش يتسد معاكم بكل سهولة. وكنزيدوا هنايا الجبن المبشور او الموتزاريلا حسب المتوفر، وكنسدوا بهذه الطريقة. كتلموا عندكم الحشوة من بعد كتسدوا، وهنا كندخلو شويه لداخل وكنضغطو، ما نضغطوش على الاطراف باش هاد الحواف يجيونا عاليين بعد ما تدخل ان شاء الله للفرن. وغادي نكمل بنفس الطريقه لهاد لي شوسون، وكيف ذكرت لكم كنضغطو شويه من الداخل باش الحشوه ما تخرجش معاكم. هنا كذلك كنمروا لهاد الاحجام الصغيره، كندهنوا الاطراف ديالهم بالبيض ديال البيض، وكنجيبوا الحشوه ديال اللدان او ديال صدر ديال الدجاج حسب الرغبه. كنديروا واحد الكميه هكا في الوسط، وممكن ديرهم شويه كبارين على هكا باش تجي الحشوه كثيره. وكنجيبوا القرص او العجينه اللي قطعناها على شكل دائري اللي كتكون كبر من الاولى، كنحطوها من الفوق مباشره، وكنحاولوا نضغطوا من الاطراف بهذه الطريقه. اتمنى ان شاء الله تكون واضحه. وهنا كنجيبو القطاعة الاولى اللي كتكون الحجم الصغير اللي شكلنا بها التحتانية، كنجيبوها وكنقطعو بها العجين، كنعاودو نقطعو بها من فوق. هاد الطريقة هادي سهلة وكيجي شكل اللي هو رائع وزوين، وحتى المبتدئة تجيهم سهل على لي شوسون. والزائد اللي كيبقى لينا من العجين كيف ذكرت لكم غير كنلموه، لكن كتحتفظو به بلاستيك غذائي وكتعاودو تخدمو به. وهادو هما الاشكال اللي بارطاجيت معكم اليوم، نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وغادي تشوفوا النتيجه ديالهم ان شاء الله من بعد ما يخرجوا من الفرن. وهاد اللدان نسيت ما ضفت ليش واحد الكميه ديال البقدونس غير قليله او القزبر حسب الرغبه كتنسموا به. الكميه اللي تبقات ليا كملتها من بعد ما ضفت البقدونس. ان شاء الله دابا غادي ندخلهم الفرن، كندهنوهم حتى هما بداك البيض ديال عفوا الصفار ديال البيض غير من الاعلى، كيف كتلاحظوا ما كنوصلوش الاطراف يعني اللي كيكونوا من جناب. وهنايا كنزين بحبه البركه، وكيبقى التزيين حسب الرغبه وحسب المتوفر. وهنا كنستعينوا بواحد السكين يكون حاد او زيزوار، وكتحاولوا تفلحوا هنا العجين من الفوق، هذا كيبقى اختياري حسب الرغبه ديالكم، او تخليوهم بحال هكاك. وان شاء الله غادي ندخلهم الفرن يعني بنفس الطريقه اللي قلت لكم ديال الطياب في الاول، ونرجع معكم باذن الله. وهادو هما الكورنين بعد ما خرجتهم الفرن، كيجيو زوينين بزاف اخواتي كيف كتلاحظوا. كنخليوهم شويه تحمروا من الاعلى وكيجيو طايبين من الداخل وكيجيو مورقين. كيف ذكرت لكم النار كتكون في الاول مجهده، من بعد كتنقصوا عليهم باش يجيو طايبين من الداخل مزيان. وغادي نمروا ان شاء الله باش نعمروهم من الداخل بالحشوه ديال الكفته. كيف لاحظتوا معايا اللون تغير ديال الصلصه ولات صفراء، غير تطلق في هذاك اللون او الكركم اللي ضفناه للكفته فاش شحرتها مع شويه ديال الابزه وشويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره، وكتطلق في هذه الصلصه وكيتغير اللون ديالها الى الاصفر. وهذه كتبقى اختياريه، ممكن تخليوا الصلصه ديالكم بيضاء وتستغنوا على داك الكركم. وكناخذوا لي كورني ديالنا، كيف كتلاحظوا درت ديك الحشوه في جيب الحلواني او في بوش باش يسهل عليا نعمرهم من الداخل. ما كانش متوفر ممكن تستعنوا بلاستيك غذائي، او ممكن تعمروهم غير بملعقه. وكنحاولوا نعمروهم من الداخل مزيان، وهذه الحشوه كتجي لذيذه وبنينه. وكنزيدوا واحد الكميه ديال الجبن مبشور من الفوق.
وهنا بقى لينا هذا الشكل ديال لي فولوفون بعد ما خرجتهم من الفرن وخليتهم بردوا. ولا جاكم مرتفعين شويه من الوسط ممكن تضغطوا عليهم. كنعمرهم غير بهاد الصلصه ديال الجبن، ممكن ديروا اي اضافات اخرى. وهنايا هادو اللي درناهم للتزيين، هاد المكعبات وهاد النجيمات، غادي ان شاء الله غادي نكمل التزيين ونرجع معكم باذن الله. رجعت معكم اخواتي، وهذا هو الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، كيجيو راقيين في الشكل ديالهم وفي المذاق ديالهم كيجيو بنانين. وان شاء الله مازال غادي نسمعكم القرمشه وغادي نفتح لكم كل وحده وتشوفوها من الداخل. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم والصديقات ديالكم باش تعم الفائده وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنساونيش باللايك اخواتي، الله يجازيكم بخير. وهنايا هذا الشكل هادو اللي درناهم باللادان، زدت شويه ديال الجبن من الفوق من بعد ما خرجوا سخانين من الفرن عفوا، وشويه ديال البقدونس مفروم، وزينتهم هكا بالزيتون الاسود مع دوك المكعبات الصغار اللي طيبناهم، حتى هما كنزينوا بهم كيجيو الشكل ديالهم راقي. والكورني كذلك اللي شفتوا معايا درناهم بالحشوه ديال الكفته والجبن المبشور، وهاد لي فولوفون حتى هما زينتهم غير هكا بالجبنه والزيتون الاخضر ودوك النجيمات، وكيبقى التزيين اختياري. وخليتكم تسمعوا ديك القرمشه ديال هاد لاباط هادي اللي كتجي رائعه وزوينه، وكيجيو زوينين وخفافين اخواتي. وهاديك اللي فتحت لكم في الاول لي شوسون اللي درناهم بالكفته، وهادي باللادان، وممكن ديروهم صدر ديال الدجاج. وكذلك هاد الكورني، وكتشوفوا لاباط كيف كتجي، يعني الباط فيتي كتجي يعني زوينه بزاف بزاف، وغتولي معتمه عندكم. وحتى هاد الصلصه البيضاء حتى هي غتولي معتمده عندكم لجميع الانواع الفطائر والبيتزا ديالكم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. غنقسم لكم حتى هاد الفولوفون، كيف كتلاحظوا كيجي الشكل ديالهم راقي وزوين والمذاق كذلك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.